السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أفضل أنواع البطيخ الأحمر والأكثر إنتاجية. سوف نتحدث عن النوع المطعم والغير المطعم، سوف نعطي بعض الفوارق من حيث الزراعة وكذلك من حيث الإنتاج وأيهما أفضل وأنسب للزراعة. بالنسبة للبطيخ الأحمر على العموم يمكننا زراعته عن طريق البذور، كذلك يمكننا زراعته عن طريق التطعيم. فالعديد من المزارعين حاليا أصبحوا يفضلون زراعة شتلات البطيخ الأحمر أن تكون مطعمة عن طريق اليقطين أو ما يربي الكوسة. كذلك كما تلاحظون كذلك يمكننا زراعة البطيخ عن طريق البذور. بالنسبة لمئات زراعة البطيخ فصل الصيف، الأنسب موسم لزراعة البطيخ فصل الصيف، كذلك يمكننا زراعته بداية أو منتصف شهر فصل الربيع وحتى بداية شهر فصل الخريف يمكننا زراعة البطيخ الأحمر. على العموم يمكننا حصاده احترام الوقت المناسب ما بين 77 يوما حتى 90 يوما. هناك أصناف متقدمة من حيث الإنتاج وهناك أصناف متأخرة من حيث الإنتاج والحصاد. كما تلاحظون مع إخوان هذه شتلات البطيخ الأحمر مطعمة عن طريق الكوسة. كما تلاحظون بالنسبة لزراعة البطيخ الأحمر المطعم، لماذا نقوم بزراعته عن طريق التطعيم؟ بالنسبة للمزارعين الذين يهتمون بزراعة البطيخ الأحمر بشكل موسمي ويقومون بزراعته كل موسم، من الأفضل زراعته أن يكون مطعم. كما تلاحظون أسفل الجذور عبارة عن قرع أو ما يربي كوسة، من الأعلى كذلك شتلات البطيخ ونقوم بتطعيمها. بالنسبة للبطيخ الأحمر المطعم فهو أكثر مقاومة للأمراض، خاصة الأمراض التي تصيب الجذور مثل الدبول وكذلك تعفن الساق وكذلك النياماتود. هذه الأمراض التي يستعصى علينا علاجها أو مواجهتها عند زراعتنا بالنسبة للبطيخ. بالنسبة للأراضي الجديدة لم يسبق لها زراعة البطيخ الأحمر، يمكننا زراعتها عن طريق البذور مباشرة أو تشجير البذور ونقوم بزراعتها. هذا هو الفرق من حيث أن القرع أو الكوسة أكثر مقاومة للأمراض الجذورية، وكذلك الكوسة معروف عليها أنها جذورها قوية تمتص جيدا العناصر الغذائية الموجودة في التربة، كذلك الأسمدة الكيميائية التي نقوم بتسميدها وكذلك المياه. لهذا بالنسبة للبطيخ المطعم نلاحظ أنه أكثر استهلاكا للماء وأكثر امتصاصا للعناصر الغذائية وأكثر إنتاجية، عكس البطيخ الغير المطعم الذي نقوم بزراعته عن طريق البذور. بالنسبة لشتلات البطيخ يمكننا تطعيمه بأنفسنا، أخذ البذور الكوسة وأخذ بذور البطيخ ونقوم بتشتيلهم ونقوم بتطعيمهم بأنفسنا أو شراءها من عند أصحاب المشاتل أن تطلب لهم شتلات أن تكون مطعمة عن طريق الكوسة. كذلك يمكننا زراعة البطيخ الأحمر عن طريق البذور. كذلك بالنسبة للطعم، العديد من الإخوان يتساءلون عن الطعم أو المذاق، ليس هناك أي اختلاف سواء قمنا بتطعيمه أو زراعته عن البذور. الاختلاف فقط تجنب الأمراض، خاصة أمراض الجذور، وخاصة المزارعين الذين يهتمون بزراعة المساحات الكبيرة. كلما كانت المساحات كبيرة تجنب الأمراض، لأن أمراض الجذور فهي تضعف الإنتاج تسبب خسائر للمزارع. إذا كانت مساحة صغيرة يمكننا زراعتها عن طريق البذور. فبالنسبة تكلفة الزراعة حول زراعة البطيخ الأحمر المطعم والغير المطعم، نلاحظ أن المطعم أكثر تكلفة مقارنة مع الغير المطعم، ولكن هناك فوارق من حيث الإنتاج والأرباح. نلاحظ أن المطعم ينتج جيدا وكذلك لا نلاحظ أمراض التي تصيب الجذور إذا قمنا بزراعته عن طريق البذور. بالنسبة للبذور فهي صالحة للأراضي الجديدة لم يسبق لها زراعة البطيخ بتاتا، أو استراحة الأراضي. إذا أردنا أن نقوم بزراعته عن طريق البذور يمكن زراعة هذا الموسم، الموسم القادم نتوقف عن زراعة البطيخ نقوم بزراعة شيء آخر، وهكذا استراحة الأراضي. بالنسبة للمزارعين الذين يقومون بزراعة باستمرار البطيخ، من الأفضل زراعته عن طريق التطعيم. كذلك كما تلاحظون هذا البطيخ المطعم، كما تلاحظون شتلات البطيخ على هذا النحو إنتاج جيد، وكذلك لا توجد أي أمراض تعفنية التي تصيب الجذور. بالنسبة للمسافة بين الخطوط، على العموم 3 أمتار
راجع لي عدة عوامل، منها خصوبة التربة وكذلك المردودية المراد منها من حيث المزايا بالنسبة للهكتار أو للفدان أو أي مساحة. بالنسبة للمسافة يمكن العمل 3 أمتار، 3 أمتار ونصف إلى 4 على العموم. كذلك المسافة بين الشتلات يمكن العمل 1 متر و80 سنتيمتر، هناك على حسب الإنتاجية أو المردودية من حيث الهكتار الواحد. كذلك بالنسبة للتسميد عموما يمكن من تسميد البطيخ الأحمر ما بعد الزراعة، ما قبل الزراعة التسميد عن طريق السماد العضوي أو المادة العضوية نضعها داخل المساطيل، وما بعد الزراعة التسميد بمادة الأسمدة الكيماوية، وكذلك رش المبيدات الفطرية بشكل أسبوعي لتجنب أمراض الفطرية وكذلك الحشرية. بالنسبة للبطيخ الأحمر كما تلاحظون على هذا النحو أنه بالنسبة للبطيخ الغير المطعم كذلك يمكن زراعته وتشتيل البذور أو زراعة أخذ البذور وزراعتها مباشرة في التربة، يمكن تشتيلها كذلك نقوم بنقلها إلى الحقل زراعتها أو زراعة البذور. هناك من يفضل زراعة البذور في التربة مباشرة، هناك من يفضل تشتيلها قبل زراعته لضمان إنبات البذور بشكل جيد وبشكل أسرع. إذا قمنا بتشتيل البذور سوف نوفر لها الدفء والحرارة اللازمة لإنباتها. إذا قمنا بزراعتها في التربة مباشرة سوف تحتاج إلى الوقت، هناك فوارق بسيطة جدا. كذلك بالنسبة للبطيخ الغير المطعم اختيار الصنف المناسب لك من حيث التسويق وكذلك من حيث الشكل وكذلك من حيث الإنتاج، وتقوم بزراعته كما تلاحظون على سبيل المثال هذا البطيخ فهو مطعم عن طريق الكوسة أو ما يربى القرع الأخضر. كذلك بالنسبة للحصاد يبدأ من 76 يوما إلى 90 يوما يمكن حصاد البطيخ على العموم، كذلك إزالة الثمار. بالنسبة لقطف البطيخ يكون على 3 مراحل، القطفة الأولى إزالة الثمار الكبيرة، ثم القطفة الثانية الحصاد الثاني إزالة الثمار المتوسطة والصغيرة وهكذا. بالنسبة للمحصول البطيخ الأحمر يمكننا زراعته على العموم في معظم أنواع الأراضي كالأراضي الحمراء تحت التربة الرملية المرتبة الأولى، تليها الصفراء ثم السوداء، كذلك حتى التي توجد فيها حشرة صغيرة يمكننا زراعة البطيخ الأحمر، وكذلك زراعة من بين الأشجار المثمرة كذلك كالحمضيات كالليمون كالتين، العديد من الأشجار يمكننا زراعتها لأن شتلات البطيخ الأحمر لا تتعمق في أسفل جذوره وسهولة إزالتها. كذلك وبالنسبة للبطيخ الأحمر فهو يحتاج نسبيا كمية جيدة من السقي والري، لهذا يجب زراعته في الأماكن الرطبة والتي توجد فيها مياه جيدة. من حيث سقي هذا المحصول الزراعي يحتاج إلى ري جيد خاصة في مرحلة إنتاج الثمار، وبالتوفيق في موضوع آخر حول الزراعة.